من أكتر الموضوعات اللي شغلة الناس حالياً على السوشيال ميديا هي طبعاً الموضوعات الاقتصادية بشكل عام، بداية من انضمام مصر لمنظمة البريكس ومدى تأثير ده على الاقتصاد المصري، مروراً بكتير من الموضوعات التانية اللي بتشغلنا في حياتنا اليومية، زي مثلاً هل الاستثمار في الذهب مفيد ولا الشهادات والودائع البنكية أفضل؟